اخواني لله الحمد تم تحرير معظم احياء مدينه ادلب ولله الحمد، وان شاء الله قادمون ونسير في هذا الدرب ان شاء الله حتى تحريرها كاملا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. احياء مدينه ادلب تحت سيطره المجاهدين بعد دخولهم اليها. الله اكبر. لا مش انا شفت جوازات، بس مش انا شفت جوازات.